نجحت في تجسيد دور العجوز المتصبية، مما دعا صناع الأفلام إلى إسناد هذا الدور لها كثيرا، فاشتهرت بلقب مدام فنطاس، وهو الدور الذي أدته ببراعة واقتدار، حيث ظهرت في مشهد غرامي لا ينسى مع الفنان فؤاد المهندس في فيلم أرض النفاق، إنها الفنانة سهير رضا. ولم يكن هذا الدور فقط هو ما يتذكره الجمهور لها، بل شاركت أيضا مع كبار المخرجين أمثال المخرج العالمي يوسف شاهين عندما أدت دور أم عبد الهادي في فيلم الأرض عام 1970، ودور عطية زوجة حفزي مدير البنك في فيلم عفريت مراتي عام 1968 للمخرج فطين عبد الوهاب، وغيرها من الأدوار المتميزة. ورغم أن معظم أدوارها كانت ثانوية ولا تتخطى المشهدين أو الثلاثة، إلا أن المشاهدين ومحبي أفلام الأبيض والأسود ما زالوا يتذكرونها حتى يومنا هذا. الفنانة سهير رضا من مواليد عام 1911، ولكن لم يتم تداول لها تاريخ محدد للميلاد على محركات البحث، وقد ظهرت في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما في بداية الخمسينات، حيث كانت تخطت سن الأربعين عندما بدأت في التمثيل، وكانت بدايتها مع السينما وبالأخص في عام 1953، وذلك من خلال المشاركة في فيلم بين قلبين مع الفنان كمال الشناوي وشادية وإسماعيل ياسين وشكري سرحان. وفي نفس العام شاركت أيضا في فيلم الدنيا لما تضحك مع الفنان إسماعيل ياسين ونجاح سلام وشكري سرحان وزينات سيد. أما في الدراما فكانت بداية الفنانة سهير رضا من خلال مشاركتها في مسلسل الحب الكبير عام 1961 مع يوسف شعبان وصلاح قبيل وعبد الرحيم الزرقاني. ولعل أشهر ما قدمته الفنانة سهير رضا خلال مسيرتها الفنية هو مشاركتها أمام كل من فؤاد المهندس والفنانة شويكار في فيلم أرض النفاق عام 1968 في دور مدام فنطاس صاحبة الأنوثة الناضجة. ويتوقع أن الفنانة سهير رضا كانت قد رحلت عن عالمنا في أواخر الثمانينات، وهناك أقوال تقول أنها في أوائل التسعينات، لكن ليس هناك تاريخ محدد للوفاة ذكرته المواقع. وهل يمكن أن تكون على قيد الحياة حتى يومنا هذا أم لا؟ شاركت الفنانة سهير رضا في أعمال فنية تخطى عددها 70 عمل، ومنها في السينما أفلام مثل الستات ما يعرفوش يكذبوا، بنت 16، كندار الجبار، جفة الأمطار، عفريت مراتي، عالم مضحك جدا، حواء على الطريق، الوادي الأصفر، الكدابين التلاتة، الأرض، مدرستي الحسناء، صائد النساء، شلة الأنس، خطايا الحب، سونيا والمجنون، ألف بوسة وبوسة، أفواه وأرانب، وداعا للعذاب، ولا عزاء للسيدات، خائفة من شيء ما، بياضة. ومن المسرحيات التي شاركت فيها زواج عصري، عودة الروح، في بيتنا رجل، دندش، جريمة في الإكسبريس، الليلة نرتجل التمثيل، الحياة السعيدة. أما في الدراما الإذاعية فقد شاركت الفنانة سهير رضا في مسلسلات نذكر منها شخصيات تبحث عن مؤلف، الجريمة المزدوجة، أفواه وأرانب، وفية الزمن، لعبة الحياة، بيت القلوب المحطمة، باب زويلة. وذلك بجانب المسلسلات التلفزيونية ومنها عروس اليمامة، عدو البشر، مفتش المباحث، ليلى، سعادة الفقراء، جراحة عميقة، الناس والفلوس، العصابة، أسرع طريق للجنان، الراجل الغامض، أبو السباع، عادات وتقاليد، البستجي، مارد الجبل، الضباب، الأفعى، على هامش السيرة، رحلة هادئة، الفارس الأخير، أبناء في العاصفة، طيور الصيف، العندليب الأسمر، أصيلة، قلبي على ولدي، محمد رسول الله، أرزاق. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير رضا هو فيلم نص أرنب عام 1983، وكان من بطولة محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وسعيد صالح وهالة صدقي وتوفيق الدقن وفريدة سيف النصر، ومن تأليف بشير الديب وإخراج محمد خان.